اهلا بيكم في اقرب تك من جديد. النهارده معانا فيديو عن كروت الشاشه بتاعت رايديان او AMD رايديان. طبعا احنا عندنا طبعا في فيديوهات عاملينها عن الكروت الشاشه بتاعت انفيديا، هعمل سيب لكم اللينك فوق لو عايزين تدخلوا تتفرجوا عليها، برضو شرح الفيديو. النهارده هنشرح طبعا كروت الشاشه بتاعت AMD رايديان. هنبتدي من اول 2013 زي ما انا كاتب هنا لحد 2020، لان قبل كده ما اعتقدش ان انت هتستفاد قوي لو جبت حاجة قبل كده، فاحنا خلينا من اول هنا هنشرح، وفي اخر الفيديو كمان هنحاول نقول لكم ايه كروت الشاشة اللي يعتبر سعرها كويس وتاخد منها performance كويس. هنبتدي طبعا باول حاجة عندك الرايدين اللي هو 2013، عندك الـ R5 والـ R7 والـ R9 الـ200 السيريز الـ200. بمعنى ايه السيريز الـ200؟ من غير ما نبص على الارقام هنا هقول لكم رولز كده بسيطة نمشي بيها. خلينا نمسك الرقم ده، الرقم ده اصغر من ده اصغر من ده، يبقى ده قبل ده بعديه ده بعديه، والارقام الاكسات اللي في الجنب دي معناها ان كل ما الرقم كبر كل ما معناها ان كارت الشاشة ده بقى اقوى. يعني مثلا هنبتدي عندك الرايديان R5 220، ده معناها ان هو اقدم اكيد من 300، اقدم من 400. 220 بعديه 230، فال 230 اقوى من 220 لان الرقم اكبر. بس خلي بالك ان هنا عندك R5 وعندك R7 وR9، طبعا برضو كل ما بتطلع بالرقم كل ما كان اقوى. عندك R5 وعندك R5 ده مكمل معاك لحد R5 240. بمعنى تاني ان انت عندك دول كده كلهم لحد الـ R5، ده يعتبر اللو رينج. اللو رينج بمعنى اللي هو البادجت جدا، بتاخد منه برفورمنس يعني يا دوبك على القد. زي مثلا انفيديا هتلاقي عندك الحاجات زي مثلا 720 730، هو نفس الكلام هنا اللي هو البادجت. عندك بعد كده الـ R7 اللي هو الميد رينج. ميد رينج بمعنى ان انت بتاخد برفورمنس كويس بسعر كويس، بس طبعا مش برفورمنس واو. يعني هيبقى ده عندك من اول الرايديان ده 240 لحد عندك اللي هو الـ R7 265 الميد رينج. عندك بعد كده الـ R9، هيبتدي من كام؟ هيبتدي من 270، هينزل معاك للاخر لحد عندك 295 في 2. طبعا لو خدت بالك ان انت اخر رقم عندك 95. بمعنى ايه من الاخر؟ ان انت عندك الـ200 دول عندك من اول 220 لحد 295، اقوى واحد فيهم هو اخر رقم اللي هيقرب لل 300. بكل بساطه الـR9 والـR5 والـR7 والـR9 ده ترتيبهم في بالبادجت والحاجات دي كلها والبرفورمنس بمعنى اصح، يعني لان اكيد مش هتدفع مبلغ كبير قوي في برفورمنس ضعيف جدا، لا، فهم ماشيينها بالارقام تسلسليا يعني من الضعيف للقوي. طبعا هندخل في الار برضو ال 300 اكس، هتلاقي 300 اكس هيبتدي من 330 لحد معاك لحد البرو ديو. بس خلينا في الار 9 فيوري اكس او الار 9، خلينا في الارقام احسن، لان هتلاقي الار 9 اكس الفيوري ده نزل في الاخر خالص وكان اقوى واحد فيهم فعلا. طبعا هتلاقي برضو في السعر هتلاقي ان انت عندك اول واحد هنا ده الاو اي ام، معناه ان هو ما بينزلش ما بيتباعش لوحده، هو بيتباع في كيسه متجمعه عشان كده باسم او اي ام. هتلاقي اول واحد ده هنا تقريبا عامل 89 دولار، يعني بمعنى صح 90 دولار. هتلاقي ان الارقام طبيعي ان هي بتزيد، كل ما بتزيد اكتر كل ما اكيد هتدفع، يعني كل ما اكيد هتاخد برفورمانس اكتر يعني. بس دي الارقام القديمه ساعتها لما نزل. يعني هندخل بقى، سيبك بقى من خلاص من الار 5 والار يعني 200 300 و400، ده سيبك منهم لان دول يعتبروا حلوين وكل حاجه، بس الار اكس احسن شويه كبرفورمنس احسن بكتير. هندخل على الار اكس ال 500. طبعا اكيد سمعتوا عن ال 570 وال 590 وال 580، برضو هنمشي بنفس القانون بتاعنا اللي هو كل ما الرقم قليل كل ما كان اضعف، كل ما كان الرقم كبير كل ما كان اقوى. فبكل بساطة لو انت عايز تعرف هتلاقي ان 520 ده معناها ان اقل واحد، اعلى واحد كام؟ 590. سهلة وبسيطة جدا. فانت عندك اي ار اكس هتشوفه في السوق عايز تجيبه هتبص على اخر رقمين في الاخر، يعني ار اكس 5 هتبص على الرقمين بعد كده اللي بعديهم. لو قليل معناها ان هو البرفورمنس بتاعه ضعيف،
لو كبير فهو معناها البرفورمانس بتاعه عالي، يعني 590 اقوى واحد من الاخر. عندك الار اكس بعد كده الفيجا، الفيجا ده منزلش منه كتير كروت شاشة كتير، اللي هو الفيجا 56 و64. وطبعا 56 برضو 56 ده رقم اقل من ال64، فاكيد ان الرقم الاقل اضعف من الرقم الكبير بكل بساطة. عندك بعد كده طبعا الفي 11 ده يعني ناس كتير ما سمعتش عنه، بس سيبك من ده لانه برضو قليل قوي في السوق. خلينا بقى في الاركس ال 5000 او ال 5000 سيريز، لانه هي مجموعه 5000 كامله فيها كروت شاشه كتير. ده لسه نازلين السنه دي، دول هيبقوا طبعا احسن برفورمانس، بس طبعا السعر هيبقى اغلى شويه، بس احسن برفورمانس يعتبر. هنبص على الارقام، وبرضو هنعمل نفس الحسبه بتاعتنا بتاعت المارفت، كل ما الرقم كان قليل كل ما كان ضعيف، كل ما الرقم كان كبير كل ما كان اسرع. هنيجي نقول مثلا ان 5000، لو 5100 فهو اكيد اضعف واحد لان ده 100 اول واحد في ال 5000. لو قلنا 5900 فهو اقوى واحد في ال 5000. هنبتدي ونشوف اذا كانت ده حقيقه ولا لا. هنبص هنا 5300 اول واحد 5300 فمعناها اضعف واحد. 5300 اكس تي فهو اقوى شويه. عندك 5500، 5500 اكس تي، 5600، 5600 اكس تي كده. عندك 5700، 5700 اكس تي، بعد كده عندك 5700 اكس تي 50 انيفرسري، ده اللي هو العماد بتاعه من 50. فلو احنا خدنا بالنا برضو هيبقى نفس الكلام، 5300 لحد 5700، 5700 هو اعلى واحد في عيله الار اكس 5000. انا مثلا من الناس اللي بنصح دايما بالار اكس 500. هنرجع تاني للار اكس 500 برضو بنبص عليهم. لو انت عندك بادجت اكتر طبعا من كده تقدر تشتري حاجات احسن من كده، ما فيش مشكله. بس احنا لو دخلنا في البادجت الار اكس 500، ودي المنطقه اللي بنصح بيها، هي والار اكس 400 برضو. الار اكس 400 مش وحش خالص، هتلاقي عندك ال 480 ال 470 من الحاجات الحلوه جدا وسعرها كويس كمان. وعندك برضو ال 580 وال 570. 590 حلو، بس هتلاقيه غالي، ممكن تجيب بيه بالسعر بتاعه حاجه احسن. بلس كمان ان استهلاك الكهرباء بتاعته عاليه جدا. فانا شايف مثلا عندك ال 580 570 حلوين، ونفس الكلام في الار اكس ال 480، هتلاقي 480 وال 470 اللي هو ال 400 سيريز برضو كويسين. طبعا لو في اي سؤال تاني خاص بكروت الشاشه بتاعت انفيديا او راديان او اي ام دي راديان، تقدروا تسالوني في الكومنتس. طبعا تقدروا تعملوا في عندي بيج على الفيسبوك، تقدروا تسالوا عليها، مفيش اي مشكله عادي. بس وياريت لو تعملوا سبسكرايب للقناة، وان شاء الله هننزل حاجات ازاي تغير تعمل ليدات للكيسة بتاعتك. لو حابين حاجة زي كده ياريت تعملوا سبسكرايب.